أنا بسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أناب معالي الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة، محافظ المحافظة الجنوبية، لتسليم جائزة سموه الأسبوعية لأفضل مخيم. وقد أشاد معالي الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية الأهداف النبيلة التي تحملها جائزة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الأسبوعية لأفضل مخيم، منوها بالدعم الكبير الذي تحظى به الجائزة، والذي يؤكد اهتمام سموه بالمحافظة على البيئة والحياة الفطرية وضرورة التقيد بالإجراءات والشروط التي حددتها اللجنة العليا لموسم التخييم. جاء ذلك خلال تسليم الجائزة للفائز في الأسبوع الأول من جائزة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الأسبوعية لأفضل مخيم، والتي منحتها اللجان المشرفة على الجائزة بعد استيفاء المشارك الفائز لشروطها. كما أشاد معالي محافظ المحافظة الجنوبية بمساهمة شركة التطوير للبترول ضمن فعاليات الجائزة، حيث قامت الشركة بتخصيص جائزة نقدية أسبوعية لأفضل مخيم يلتزم بالمعايير الفنية التي وضعتها الشركة، والتي تنص على وجوب ابتعاد المخيمات لمسافة 425 مترا عن أقرب بئر نفط أو مشروع ضمن الآبار والمشاريع التطويرية في منطقة التخييم. وقد أعلنت المحافظة الجنوبية في وقت سابق عن فتح باب التسجيل لدى مركز خدمات المخيمين للراغبين في الترشح للفوز بمسابقات الجائزة. تهدف الجائزة إلى المحافظة على البيئة والحياة الفطرية وتوعية المخيمين بضرورة الحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وتعزز من قيم التعاون والشراكة المجتمعية مع مختلف الجهات. طبعا لا يخفى على الجميع بأن مساهمة سمو الشيخ ناصر بن حمد ومبادراته المتعددة في مختلف المجالات، لمجال الشبابي ولا الرياضي ولا اليوم الثقافي، فدائما تعود بالنفع على من يساهم في مثل هذه الجائزة. أحب سمو الشيخ ناصر أن يساهم في وضع جائزة لأفضل مخيم بناء على شروط معينة تم الاتفاق عليها، واليوم نشوف الجائزة في نسخة جديدة ونشوف أن الإقبال عليها زاد، وقسنا في اللجنة العليا لموسم التخييم أثر الجائزة على سلوكيات المخيمين، وهناك آثار إيجابية كثيرة من ضمنها الانخفاض من عدد المخالفات.